Une fois, l'infirmière du service maladie respiratoire, CHU Mustapha Ibn Zohr. اليوم نبشركم نقول لكم باللي المرضى ديالنا خرجوا في صحه جيده والحمد لله. ان شاء الله برك يلتزموا بالقواعد، وصيناهم باللي تمام في الدار ياخذوا حذرهم ويقعدوا في الحجر الصحي. يقين مازال يعني فتره باش لازم يقعدوا وحدهم. علينا والله العظيم غير علينا. قعدوا فيها. هاد الملابس راه نلقاها يعني باسكو بدلنا خدت الحوايج اللي كنا مع لي مالاد بهم. مش مريضة، ما حكمتليش العدوى، عندنا شيراتو، ماشي عدوى. بون نحب نبشركم بلي الحمد لله تحصلنا بعد مدة كنا خدمنا فيها بلو ستريس، يعني ضغط كبير، ضغط شديد، ماشي ما فين نتعاملوا مع مرضى هكذايا. بون الأمراض التنفسية فيها أمراض معدية والخبز، بصح ماشي زعما كوفيد، باسكو شغل هادي حالة راهي عالمية الحمد لله، تحكمنا في الامور وسيرنا وقدرنا نتحكموا في الحالات اللي جاوا عندنا، والحمد لله جاوا في صحه يرثى لها، وجاوا كامل والله تعبانين عيانين من كل يعني جميع النقاط تاع لي سيمبتوم تاعهم، الاعراض كانت يعني فريمون ما تنبأش بحاجات ملاح. الحمد لله استجبوا، ان شاء الله استجبوا للعلاج، واستجبنا احنا وكنا معاهم وتمكنا من كما يقولوا تحكمنا في زمام الامور فيما يخص. والحمد لله اليوم خرجوا ما شاء الله، وربي ان شاء الله يشفيهم ويشفي كامل المؤمنين. وفيما يخص اللي كانوا يقولوا بلي زعما ليغون والعدوى ودوك نواسي، حنا الحمد لله يعني عرفنا كيفاش نسيو الامور، وتمكنا انه ما نقلناش العدوى بيناتنا. لا بروف سي كو القسم تاعنا تاع المرضى التنفسيه لحد الان ما سجلنا حتى عدوى بين البيرسونيل، يعني كل الطاقم الطبي وشبه الطبي العمال كامل الاداره كامل ما سجلناش حتى عدوى. كاين دي جون، كاين مام ناس اللي دخلوا درنا لهم لو تيست وكانوا نيجاتيف وقعدوا، يعني كانت مده وقعدوا بعد عزلناهم ودرنا لهم حجر صحي وخرجوا نيجاتيف توجور، يعني سا بروف باللي خدمتنا كانت في المستوى. هذه وحده الحمد لله، يعني نوتر كومبيتونس بانت في الخدمه تاعنا مع لي مالاد، مع نو مالاد، مع المرضى تاعنا، والحمد لله. حاجة أخرى نزيد نقول لكم عليها، من فضلكم نقصوا الخرجة هذه، ماشي تنقصوها، حبسوها أمومو، سي أون بيريود اللي كان تعاونونا، يتعاون يعني الشعب معانا، وسيتو لي جون تاعنا هادوما، ينقصوا الخرجة، ينقصوا الاختلاط، ينقصوا التجمعات هذه في الليل، يقعدوا جمايع، بعد يقول لك نو سي غيان، ما فيها والو، كاين اللي مازال راهو دايرها، كي شغل حاجة كذبة، ولا كذبة أفريل واقيلا. مي نو حنا نقول لهم لا لا صابخو بلي الناس مساكن يتسنى في لي بلاص وماش يكونوا كاينين لي بلاص، الناس يتسنى في اماكن باش ندخلوهم للمستشفى وما كاش لي بلاص باسكو كاين شروط باش يدخلوا، لازم كل مريض يكون في قاعه وحده باش لا كونتاميناسيون ما تتلقاش وكذا. حاجه تانية ان شاء الله توقفوا معنا نوقفوا معاكم، حنا تاني عندنا ولادنا عندنا ديالنا، والله العظيم صدقونا بالك نهضروا هكذا، نهضر بحماس، نهضر في ليتا تاع لي مالات كي دخلوا لينا، ولكن شعورنا صدقونا اننا حنا كي ندخلوا ليهم نبكوا لحقت وين في الايام الاولى كي ندخلوا هكذا كل الامر كان صعيب شويه وجديد في البدايه، نشاهدوا نستغفروا ندخلوا الدموع في عينينا، بصح نقولوش عليه هما تكون بهم. الوغ سي بوبلي سير بوبلي قعدوا في ديالكم، خلونا ترونكيل، خلو الناس تريح ترونكيل تشفى، والناس الكبار هادو المرض باش اللي عنده والديه عيانين يعني تعبانين عندهم الامراض المزمنه في ديورهم ما يقولولهمش العدوى، وهكذا يعني وكونوا ربي يكون معنا مادامنا كامل متضامنين ومتعاونين، ربي ان شاء الله ما يخليناش وصحيتو ان شاء الله. رايحين نوجدوا روحنا سلام بقى، رايحين دوكا نوجدو روحنا باسكو ابارامون هام جابو لنا دوطخ مالات، اون ديجا اوسبيتاليزي دوطخ مالات، الوغ اون فا فيغ سي لا روتين، حنا نعاودو ا زيرو.